إذا أردتم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، أي من القراء ستختارون؟ الشيخ المقرئ الجليل عبد الباسط عبد الصمد صاحب الحنجرة الذهبية. أو ربما أحد أجمل الأصوات الشابة المقرئ العماني هزاع البلوشي. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وعلى الأرجح لن يخطر لكم اسم امرأة، فليس من الدارج الاستماع إلى تلاوات بأصوات نسائية. وهنا يطرح السؤال، لماذا لا نجد من النساء قارئات؟ الإجابة قد تفاجئ الكثيرين، وخاصة النساء أنفسهن. بلى، ثمة عدد كبير من القارئات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأصوات 60 منهن مرتلات باتت في متناول اليد بفضل تطبيق قارئة الذي تم إطلاقه مطلع رمضان الماضي، مثل ما أعلنت صاحبته مريم أمير إبراهيمي. Many of us are familiar with the term imam or sheikh, but many of us have never heard the term قارئة because many of us were an 8-year-old girl at one point who became a 21-year-old young woman at one point who may even be a 50-year-old woman at this point who has never heard the recitation of a woman reciting the Quran from another woman. It's time to change that. It's time for an 8-year-old girl to become a 21-year-old young woman and have heard thousands of women reciting the Quran because Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran for all of us. And so I'd like to introduce you, inshallah, to an app that is coming out, inshallah, this Ramadan, Qari'a app. التطبيق يعكس رؤية إبراهيم لمكانة المرأة في الإسلام ومدى أهمية تلاوة النساء وأثرها على الأجيال، وهي محاضرة في معهد الحكمة. في رصيدها أكثر من شهادة علمية من الجامعات الأمريكية والأزهر، حافظة للقرآن ومهتمة بمسائل التواصل الروحي والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة. Khadija radiallahu anha, a woman, the first person who converted to Islam. Women's voices are so critical in our Islamic history. Women have been Quran reciters and scholars of Islam throughout history. Islamic legacy is bringing back women's scholarship so that women can connect with other women and generationally impact women. Every single reciter on the app has memorized the Quran or is a Quran teacher or has ijazah in Quran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يضم التطبيق قارئات من دول عديدة، من بينهن قارئتا الإذاعة المصرية في عشرينيات القرن الماضي الشيخة سكينة حسن والشيخة منيرة عبده، والقارئة الماليزية الحاجة فريدة مأسمان. بل هو في صدور الذين أوتوا
وما يجحد بآياتنا في التطبيق من مختلف الثقافات والأعراق والأعمار، ثلاث منهن فاقدات للبصر وواحدة تحمل متلازمة داون، فلا بد إذن أن تجد كل امرأة مسلمة نفسها في قارئة تمثلها من حيث الانتماء، أو تجد في صوتها رفقة طيبة وسكينة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب صدق الله العظيم.